شكر تصويبة جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي قذيفة بالقدم اليسرى من محمد شكري مدفاج النادي الأهلي والله زمان يا شكري والله زمان يا محمد يا شكري يعود من جديد للتهديف وتعود القدم اليسرى لمحمد شكري علشان تظهر في الكادر وتظهر في الصورة وتقدم أجمل هدف وأجمل كورة الزينهم عادل العبة طويلة في اتجاه صالح هيروح هيعدي هيمر هيفوت يلا راجل صالح 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 جول 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 صالح نصر يأتي بهدف النصر الهدف الثاني يا لعبة صالح نصر قلت لحضراتكم هو محور أحداث اللقاء وهو الجبهة اليسرى القوية للنادي الأهلي صالح نصر إيه يا ابن الهدوء ده إيه يا ابن العقل ده خدمته الكورة عدى ومر وفات صالح نصر وبكل هدوء يركنها على يسار الحارس عبد الرحمن نبودي علشان يعزز تقدم النادي الأهلي بهدف تاني صالح نصر ركلة حرة للنادي الأهلي يلعب شكري ويعلقها قطع صالح يلمس جول 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 جوه جول هدف ثالث للنادي الأهلي ثلاثية للنادي الأهلي عملها الزئبقي عملها الزئبقي ولا قروان اللاعب صالح نصر مرة تانية كلاكيت تاني مرة صالح نصر عملوها في الشوط الأول من محمد شكري لصالح ولكن اصطدمت بعارضة الحارس عبد الرحمن نبودي كررها مرة تانية محمد شكري ارتضى فريق إنبي بالهزيمة وارتضى النادي الأهلي بالانتصار بثلاثة أهداف فهد جمعة يلمس صالح صالح الهاتريك صالح صالح يا ولد 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 الله عليك يا صالح ايه يا ابني ده ايه الجمال والحلاوة والخفة والدلال والكرة بتتمخطر داخل الشباك وهدف رابع للنادي الأهلي الهاتريك صالح نصر والهدف رقم 33 لصالح هذا الموسم ايه الجمال والروعة من اللعبة صالح نصر يا السلام يا صالح ما اروعك ما ابدعك والله يا ابني ما امتعك